بقولك ايه، تحب اعمل لك لقمه كده تاكلها؟ لقمه ايه بس ياما؟ انا سايب شغلي وسايب الاسم يضرب يقلب عشان الهان. عاجبك كده؟ معلش اخوك الكبير ولازم تسمعي كلام. ما هو من ساعه ما دخل الشرطه مفيش على تاني غير اضربك بالنار اضربك بالنار. قولي ده عشان مسك مسدس يا بنت؟ ده كلام هو انت هتهوني عليه؟ ادخلي ربنا يهديكي غيري هدومك يلا. ايه يا صاحبي الدلقه السودا اللي انت دلقهالي دي؟ فين اكسير الصداع؟ راسي هتطير مني. جبور يا حبيبي الحنيه عليا، وخدي بقى وامسك نفسك. ابو 50 دخل جدول بقى ب70 يا حبيبي. شغال شغال يا عم الحنين، حنن قلبه علينا يا رب. الله الله الله، انت بتدعي له ولا بتدعي عليا؟ بقول لك ايه، الواد تامر جاي يدور وانصراف. ايه راحت في الصباح؟ صباح الخير يا استاذ. صباح النور يا معلم. السلام عليكم يا دكتور. ايه الحكايه؟ جاي مبدر يعني النهارده؟ ايه اخبار الكليه ايه؟ لا ما انا ما رحتش الكليه. ما تفهمني، دي كليه صيدله ولا معهد فن صناعي يا اخويا؟ يا بابا انا قلت اعدي اقعد معاك شويه، انا بقالي مده ما شفتكش، واهو بالمره اريحك. يا اخي انا مش تعبان، استفيد انت باليوم ده واقعد ذاكر. ما تخافش يا دكتور، انا هشتغل عندك ببلاش. خلاص انت حر. اجرد الباترينه دي كلها واعملها لي الفا بيتك. والنواقص اعملها لي في كاس واعمل بيهم طلبيه. ماشي يا دكتور. ايه البلوه اللي انا فيها؟ ايه اللي جابك انت روح اخرى؟ حبي في حاجه؟ ولا حاجه يا راجل، كنت زهقانه شويه فقلت البس واتشيك واجي لك نخرج نتغدى بره. بس انا يعني ما اقدرش اسيب الصيدليه لوحدها. لوحدها ده ايه؟ ما انا شايفه تامر جوه اهو. وماله؟ بس برضو يعني كنت بقول يعني هروح اتغدى كده في مكان عام بالهدوم دي. يعني مالها الهدوم؟ عسل الهدوم يا عطعوتي. يلا بقى، احنا بقالنا كتير ما اتغديناش بره. امورنا يا جميل. ثانية. يا اختي والنعمة عسل. معلم جابر. نعم. بقول لك ايه؟ ايوه. ايدك ايه ده؟ معقول انت اللي جايبه بنفسك يا دكتور؟ وليك عندي هديه، علبه بحالها، بس عايز اميل عليك في حاجه. اقمرني. 500 جنيه بس واسحب بيهم طول الشهر على مزاجي. تحت امرك يا دكتور، يا حلاوتك يا دكتور يا حلو. طب انت هتفضحنا انت اللي هتفضحنا. ولا سردينه يا معلم. اخطف رجلك للبيت قول لهم المعلم جاي بدري. تامر تامر. ايوه بابا. بقول لك ايه؟ نعم. انا واصل مشوار صغير مع قابلتك ناهد وجاي على طول. خد بالك من الزخانه، لو حد ضايقك ابعت لعمك جبر. ماشي يا بابا ما تقلقش. اخويا هو حد هياكله؟ بس انا ما بحبش اسيبه في الزخانه لوحده ابدا. كيف تتلم؟ ما هو زي القرد اهو. بس يا اخويا واقفين يا اختي، ما توسع شويه من الشارع، مش عارفين نعدي. ما تطلع بالعربيه عامل لنا الشارع، مش معقول ايه القرف ده؟ ايه يا دكتور؟ تقول لي الهانم، الناس بتاخد ميه عشان تشرب وتاكل، مش عشان تركب عربيات. بص الحق. خلاص بص الحق. خلاص يا ناهد، خلاص يا حفظي. ايه يا دكتور؟ اطلع بالعربيه شويه كده واركن، معلش ما فيهاش حاجه يعني. عينينا يا دكتور. وابعت لي جركن ميه للزخانه، وانا لما ارجع هبقى حاسبك. احلى ميه معقمه للدكتور عشان خاطرك انت بس. حرمش منك يا حبيبي. يا اختي وعنتي كمان.
اثبت هنا بقى، ارجع تاني بقى يا عم، خلاص ماشي. واد الشيخ، واد يا ابي حرية، يوم انا بيجيك ويوم مية. روح يابا وانا اشيل لك جيركن لحد البيت. يبقى خليهم اتنين علشان خاطر استحمى. يابا دي مية شرب نظيفة، استحمى بمية الحنفية. عايز استحمى بمية مجاري، مش كمان من الشباب بقى لنا 6 أشهر. ما كل الحارة بتعمل كده يابا. هو انت تسرق مش نافع، تتوب ما انتش نافع. ايه؟ لسانك طويل على طول. خلاص روح يابا وانا هجيب لك 3 جراكن. هي انت خايفة تختفي. اقول لك ايه؟ في 3 جراكن بعتهم لابويا البيت. التلاتة دول عندك يا معلم. يا عم اكتبهم خسائر وخلاص. سلاسة عكلم. اسمه ايه ده الواد اللي كان معاه؟ اسعد احمد يا باشا. اسمه ايه؟ اسعد احمد يا باشا. طب ما انت حافظ اهو، ما لبستها بالليل. ازيك يا ابو صلاح؟ ايه يا يوسف؟ ازيك يا عم محبوب؟ قلت فين يا ابني؟ في المحكمة. ايه الأخبار؟ البنت منى خدت سنة. سنة؟ حمارة، خدت سنة عشان نص فرش حشيش مقطع. رشتي ده مطعم شكله غالي قوي، بس شيك قوي، واحنا هناكل بشياكته. الله، ما تيجي نشوف لنا مطعم تاني يا حبيبتي. عطيه علشان خاطري، المكان ده حلو قوي ومش غالي. يعني ايه بكام يعني تقريبا كده؟ يا هيخش له في 400 500 جنيه بالكتير. ده غير السلطات وغير الحاجات الساقعه. يا حبيبتي تعالي نشوف لنا مطعم تاني عشان خاطري. يا عطيه انا ليا ذكريات حلوه قوي هنا. ذكريات ايه بس يا حبيبتي اللي اتغرمنا المبلغ ده كله؟ الله، انت بتغير عليا يا عطعطي. طبعا يا حبيبتي بغير عليكي، وانا مستعد كمان اخد لك 50 سنة الموبايل بتاعي وتعلقين في اوضتك زي ما انت عايزه. اغصى عليك، اغصى عليك بجد يا عطيه. مستخسر فيه انك تعزمني على الغدا في المكان ده؟ لا يا حبيبتي مش مستخسر فيك ولا حاجه. خلاص يا حبيبتي اتفضل، اتفضل يا حبيبتي نعيش مع ذكرياتك شوي. هنعمل ايه حبيبي يا عطعطي؟ حطيت لك الغيرات في الشنطة. على ايه بس؟ دوا كلها اسبوع يا اخويا. تروح وترجع بألف سلامة. مش عايزة حاجة وانا راجع بقى. وعاوز ايه؟ هما شوية المش والجبنة البيضة و5 كيلو زبدة وتنساش العيش الشمس، ولو لقيت ملوحة هات، ما لقيتش ملوحة ابقى هات فسيخ. خلاص خلاص يا صاحبتي خلاص. هو انا هشيل ايه ولا ايه يا بنت؟ ده انا لسه ما قلتلكش على البلح. لا ما تقوليش يا اختي. يلا سلام. البنت نادية كانت عايزة حلم بخاطرها.